فعلا اتحكم عليا ب3 شهور، بس ان الحمد لله انا هعمل معارضة وهعارض فيها، وبأمر الله هاخد براءة بإذنك يا رب. كل اللي انا قصدي ان انا اخدت ترند، فرحت قلت لكم هعمل لكم حفله مجانا، عملت الحفله ما جاش فيها تامين صح، الحفله اتلغت بكل حاجه، ما كانش فيها خساره ولا كان فيها اي حاجه.